بالثقافات يعني افلاطون بليتو في الجمهوريه محاوره الجمهوريه المشهوره ذكر اسطوره الضابط سولجر هذا الجندي يعني عفوا ار اسمه ار اه ار مثل يقول لك اسطوره ار اسمه ار آه اي ار يعني وهذه الاسطوره تحكي ولعلها حقيقه لانه ما فيها شيء اسطوري بصراحه لعلها حقيقه تحكي عن قصه جندي قاتل ضد اعداء اثينا ومات سقط ايه يعني قتيلا في المعركه واستمرت المعركة عشرة أيام بعد عشرة أيام هو مات في اليوم الأول صاروا كم يعني هو عشرة أيام تقول حكاية أفلاطون يحكي هذا في الجمهورية قال بعد عشرة أيام لم يتحلل الجثة تحللت بدأت تبلى تنتفخ وتتحلل هو لم يتحلل كأنه نائم بس هو ميت دمه نازف انتهى كل شيء يعني برضه ميت كلينيكيا أكيد عشرة أيام أخذوه وعقدوا له أي جنازة مع الآخرين قال وهو موضوع على الجنية على المحفة هذه تاعت الموت استيقظ السلام عليكم يا جماعة ما هذا عاد من الموت شيء غريب وبدا يحدثهم بما راى وبما كذا والقير ولذلك هذا الجزء من جمهورية افلاطون بيتحدث عن الحياه الاخرى عن الجانب الاخر من وجود اه البشر احنا لنا جانبين على فكره وجودنا وجود جانب هنا وجانب ما وراء حياتنا على فكره حياتك مش هذا حالك وان الدار الاخره لهي هي الحيوان هذيك الحياة الحقيقية الواسعة آه الواسعة التي لا نهاية لها أختم حتى لا نطيل بقصص الأمثلة مثال أيضا موثق علميا وثقه رجل مشغول جدا بهذه القضايا وكان مهندس طيران نووي متقاعد قصة رجل الدفاع المدني أو الإطفائي إطفائي حرائق هو اسمه جيك جيك هذا حدث عن نفسه عدم الموت قال جاءتنا المكالمة من ستيشن اذهبوا الى الجبل الفلاني هم حرائق الغابات طبعا في حريق هائل قال ذهبنا وكالمعتاد نجحنا في البدايه في الجوله الاولى في اخماد جزء من النار وعملنا الخنادق تعرف في عندهم اليات معينه فجاه قال تغير اتجاه الريح ارتدت علينا النار هنا المصيبه عاد في جبل مساكين لم تكن فرصه للنجاه ما فيش سريعه جدا قال رايت النار تلتهم يا اصدقائي واخواني بالجمله وفردا اثر الاخر ايضا خمسة ستة من هنا بحراء. ثم حاصرتني شعرت بالاختناق طبعا فيش, فيش أكسجين ثاني شو الكربون كله تختنق الآن فيش أكسجين للدماغ يبدأ الموت الآن شعرت بالاختناق وآخر ما أتذكر كنت أقول إني أموت إني أموت بقول لحالي قاعد بموت أنا أنا بموت هذا ما أتذكره وفجأة قال انتهى العالم البدني هذا انتهى الحالة البدنية انتهت ها أه؟ والحول كله انتهت حياتهم هو الوحيد اللي عاد قال فجأة رأيتني مسجن في الأرض من الذي يرى أنا؟ أرى نفسي فتستوعب ايش بصير قاعد كيف شايف حالي أنا؟ إذا أنا حي معناها آه معناها في حياة أخرى قال رأيتني مسجن ورأيت أي أجساد زملائي جميعا أطوف فوق جثتي فجأة انتبهت وإذا بأطياف يعني أرواح أو نفوس زملائي جميعا تطوف فوق جثثهم قال رأيتهم ورأي ورأوني وخاطبتهم قال أعجب ما اتفق لي أن أحد زملائي وهو فلان كان في رجله عيب يبدو عنده مسكين إيه شيء في الرجل أو عرج أو كذا في عيب معين هو المذكور قال عيب معين في عيب في رجله قال ولما رأيت طيفه يطفو فوق جثته رأيت رجليه ها سليمتين الاثنتين فقلت له فلان صرخت فيه قال نعم قلت له رجلك ليس بها عيب سليمة قال نعم نعم هذا عالم النفوس يا حبيبي هنا هنا اه وسبحان الله يبدو انه إيه؟ لم نقرا التفاصيل تم انقاذ هذا الرجل بطريقه معينه وعاد ليقص علينا ما الذي حصل له أنا مات الموت الاولى انفصلت النفس عن البدن والبدن تحت أيوه. لو احترق بالكامل وكذا كان مش حيقدر يرجع خلاص <applause> ما فيش بدن ثاني بس ربنا حفظه في لحظه معينه ورجع ورجع قصص كثيره ممكن ان يعني تقراها في الكتب العلميه في المجالات العلميه بالذات اه وممكن تشوفوا حتى خبرات الناس العاديين بما فيهم بعض العرب في ممثلين مصريين حصل معهم هذه الحاله أه؟ وبعض الناس بتعرفهم انت على فكره احنا بنعرف من جيراننا ومن قراباتنا ومن اصهارنا أه؟ كل واحد فينا بيعرف هيك يعني انا بعرف عده قصص اه جيران واصهار وكذا وقرابات كلنا بنعرف قصص مثل هذه انه الميت اللي بيكون ايه يموت وبعضهم يعني حتى بكون لا باس به ما عندوش يعني ايه مرض عضال المدمر بيكون حاله عاديه هيك وبيبدا يشعر انه يموت اه طيب انت بخير بلوم. صلوا على رسول الله وحدوا الله وسع وسع افتح الباب افتح اه بده يرحب بمن ايه ومعانا وبتكلم معنا فعلا كانه ايه برضه في معنى قوله كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يراه الاحياء إيه الاخرون وهذا بيكون ايه يعني على حافة الموت المسكين لسه قاعد بده يموت متهيئ الموت بتشف النفس بتتحرر تتحرر الروح بيبدا يشوف بشوف الملائكة بيبدا أي فيهم يا أهل وسهلا وأحيانا يذكر أشخاصا بالأسماء تكون بتكون نفوس ناس إيه مضوا وأحيانا بعضهم من الصحابة وأحيانا أحيانا روح رسول الله الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه على رأسنا العارف بالله الرجل الصالح شوفوا كيف ابنه الرجل الطيب بيحكي قصة وفاة مولانا الشيخ الشعراوي إشي يبكي الصخر والله أنا. رحمة الله عليه هنيئا له الشعراوي الصوفي المخرف ايوه مخرف وصوفي على راسه من فوق والله يميتنا ميتة الشعراوي يدخلنا مدخل ورحمة الله على روح الطاهرة جاء الرسول ابنه قال قال, قال. شيء عجيب وكان عارف وخبرهم متى سيموت قبل حوالي أربعة أيام قال لهم الأربعاء الأربعاء وافتحوا قبر كان عارف كل شيء ابنه قال جيت عند الفجر مدلي رجليه هيك وفجأة خرج رفع حاله وقعد على التخت لا مش انا يقول رحمه الله عليه مش انا وابنه يسمع شيء لا يكاد يصدق مش انا يا رسول الله مين انا عشان تجيني اشهد ان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله ومات قدس الله سره الكريم هذا مولانا الشيخ الشعراوي شوف الخاتمه الطيبه كيف حسن الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه يا رب اختم لنا باسعد الخواتم لا يتخبطن الشيطان لا في الدنيا ولا عند الموت هو هذا